طيب الآن إحنا نبغى ننتقل إلى مين يعرف المعشوقة؟ مين يعرف المعشوقة اللي جايين عشانها اليوم؟ اللغة العربية. أنا أعشق اللغة العربية ودائما أطاردها، لكن إلى الآن ماني قادر أوصل لهذه المعشوقة. اليوم بإذن الله حتنزدز باللغة العربية وحنعرف هذه اللغة العربية ومعانيها وكيف توظفت في القرآن الكريم مع الدكتور تامر إسماعيل. تحية كبيرة له. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم وهذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة التي يعني نحتفي فيها بما يسمى باليوم العالمي للغة العربية. وأساس هذه التسمية ولماذا سمي باليوم العالمي للغة العربية وهو 18 من ديسمبر وليس 15 من ديسمبر، ولكن نظرا لأن المقهى يعني له فعاليات معينة في يوم الخميس بالتعاون مع وجبة كتاب والحبايب اللي هنا مذكورين فوق، فأقول بأنه اللقاء اليوم يعني تم تقديمه يعني شيء بسيط. الفكرة حفظكم الله التي أريد أن أدخل بها عليكم والتي أريد أن نطبقها جميعا، وصدقوني إنها فكرة مجدية وأنا جربتها. الفكرة هي أن نتعاهد أن لا نتحدث إلا بالعربية البسيطة، لا تعقدها، لا تبحث عن التعقيد. ابتداء من هذا اللقاء الكريم نتعاهد أن نتحدث بالعربية البسيطة، حتى وإن أخطأت، حتى وإن وقعت في لحن، حتى وإن كان هناك خلل في النطق، لا بأس، نصحح لبعضنا البعض. اتفقنا؟ اتفقنا؟ حديثنا بالعربية فقط، لا نتحدث بغير الفصحى. وبالمناسبة سأقول لكم جملة من ذهب، فكروا فيها. الجملة هي: اخرجوا من ضيق العامية إلى سعة الفصحى. اخرجوا من ضيق العامية إلى سعة الفصحى. اللغة العربية الفصحى أوسع من العامية. العامية فرع من الأصل، فكيف يكون الفرع أكبر من الأصل؟ لا يمكن هذا. فإذا العربية الفصحى هي أعلى في المستوى وأكثر في الاتساع، ويكفي أنها وسعت كتاب الله تعالى. يقول حافظ إبراهيم رحمه الله شاعر النيل: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ يتحدث على لسان اللغة العربية. نبدأ على بركة الله برنامجنا هذا ونسأل الله تعالى التوفيق. الثامن عشر من ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية من كل عام، وقد اعتمد هذا التاريخ الثامن عشر من ديسمبر والذي سيكون موافقا ليوم الأحد القادم. هذا اليوم اعتمد في منظمة اليونسكو. إذن الأمم المتحدة ما تسمى باليونسكو اعتمدت هذا التاريخ ليكون يوما يحتفى فيه باللغة العربية. هذا سر التاريخ اللي يسمى باليوم العالمي للغة العربية، ولذلك ستجد هذا الشعار الذي هو ضاد زائد 18 سوف نراه هنا اتضح معنا، ها هنا في الشريحة ترونه في الأعلى، ضاد زائد 18 يعني 18 من ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية. نبدأ لقاءنا بهذه الآيات الجميلة والتي تثبت في ثمانية مواطن في القرآن الكريم لفظة عربي. وصف الله تعالى القرآن الكريم بالعربي في ثمانية مواطن، هذه أمامكم. الموطن الأول في سورة يوسف، قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الموطن الثاني في سورة الرعد،
وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. الموطن الثالث وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. الموطن الرابع قوله تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. الذي يليه وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. الذي يليه إنا جعلناه قرآنا عربيا. وأخيرا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. 8 مرات يؤكد القرآن على عربية الكلام الذي تكلمه رب العالمين، فأي شرف هذا في العربية، أي شرف عظيم أن يؤكد. التكرار يفيد التوكيد ويفيد التقرير ويفيد التثبيت. هذا التثبيت والتقرير والتوكيد كله يصب في أهمية هذه اللغة وأنها المساحة الكبيرة التي نزل عليها القرآن الكريم. طبعا هناك سؤال، هذا السؤال مهم جدا، لماذا نزل القرآن على لغة العرب ولماذا لم ينزل على لغة أخرى؟ هذا السؤال مهم. وقبل أن نجيب على السؤال نقول ولو نزل القرآن بلغة أخرى لقيل لماذا نزل بتلك اللغة؟ هذا أولا. ثانيا لماذا نزل القرآن على اللغة العربية؟ لأن العرب برعوا في هذا الفن وأصبحوا أهل بيان وفصاحة عالي المستوى، لدرجة أنهم كانوا يتحدون بعضهم البعض شعرا ونثرا وخطابة، فأصبحت بينهم منافسات كبيرة جدا، وعقدت هذه المنافسات في كل موسم من مواسم الحج. الذي يسأل لماذا نزل القرآن على لغة قريش، ذلك أن العرب تجتمع في كل عام في موسم الحج. الحج منذ الخليل إبراهيم عليه السلام وهو قائم، والعرب تجتمع في مكة لأداء موسم الحج، وهناك يتبادلون منافع، وهناك تجري بينهم منافسات في الشعر والخطابة. كان النابغة الذبياني وهو أحد شعراء المعلقات، وهذا الرجل عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النابغة حيا والنبي صلى الله عليه وسلم موجود ولكنه لم يبعث بعد، بدليل أنه حكم ما بين الخنساء وحسان قبل الإسلام وكلاهما صحابيان رضي الله عنهما. ماذا فعل النابغة؟ حكم للخنساء بأنها أشعر من حسان، وأطلق ملاحظات على شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه، وقال له عندما قال لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأنعم بنا خالا وأنعم بنا ابنما، فقال له قللت جفانك، هو قال الجفان. هذه ملاحظات، النقد في الجاهلية كان نقدا عبارة عن إشارات، قال قللت جفانك ولو قلت يسلنا بدل يقطرنا، لأنه يقول يقطرنا هذا دليل على قلة القتل وقلة الشجاعة، لكن لو قال يسلنا لكان أدعى لأنه فارس ومغوار ويكثر القتل لأعدائه. حسنا، قال والضيف إنما يطرق بالليل، ما يجيك بالنهار، أنت تقول يلمعنا في الضحى وقلت يلمعنا في الدجى، تمام؟ ملاحظات النابغة دقيقة. ثم قال وفخرت بمن ولدت فأنعم بنا خالا وأنعم بنا ابنما، يعني نحن خلان هؤلاء القبائل التي أفخر بها، ولدنا بني العنقاء وابني محرق فنحن خلان لهؤلاء القبائل. فكانت الملاحظة أنه افتخر بمن ولدهم ولم يفخر بمن ولده، قال فخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك، وهذه مخالفة لسنة العرب في قضية الافتخار، لأن الافتخار عند العرب يكون بالآباء والأجداد والحسب والنسب ولا يكون بالأبناء، إلا شيء وإلا واحد فقط اللي يفخر به أجداده وآباؤه اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيد اللي يفخر به أجداده هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو طبعا سيد الخلق أجمعين. هنا هذه الملاحظات والإشارات تثبت لنا أن النابغة كان صاحب فصاحة مطلقة عالية البيان فائقة الجودة،
كيف استطاع أن هو يخرج هذه الملاحظات ويحكم لشاعر دون الآخر؟ ومع ذلك كانت العرب تستمع إليه وتأخذ برأيه وتصدق ما يقول، فكان صاحب قرار. عندما يطلق الحكم على الشاعر فإن حكمه يتلبس بالشاعر، لا ينفك عنه، أصبح قراره نافذا هذا الرجل. في مثل هذا الجو عند نضج اللغة، عندما وصلت إلى سقف بيانها وسقف علوها وسقف بهائها وجمالها وارتفاع قدرها، نزل القرآن يتحدى هذا المستوى. يعني كأنه يقول: ها أنتم وصلتم إلى أعلى مستوى بياني، أليس كذلك؟ تكون الإجابة بلى. إذن ها هو القرآن أمامكم، فحاولوا أن تأتوا بمثله. وهذا ليس جديدا على المعجزات الإلهية، لأن سيدنا موسى عليه السلام كانت معجزته ناشئة من عصا تتحول إلى ثعبان، الآية الكبرى، سماها الله بالآية الكبرى. هذه الآية الكبرى ظهرت في زمن كان السحر فيه عالي الشأن، هذا العلو للسحر كان جزاؤه أن تكون الآية شكلها على هيئته، ولكنها ليست بسحر. ولذلك لما السحرة رأوا هذه العصا تتحول إلى ثعبان وقال الله فإذا هي ثعبان مبين، ماذا كان منهم؟ فورا وقعوا ساجدين، لأنهم يعلمون ما هو السحر، والذي حدث أمامهم ليس بسحر على الإطلاق، هم أدرى الناس بالسحر. أحيانا عندما نذهب إلى السوق مثلا ونأخذ معنا، نشتري مثلا سيارة مستعملة، ونذهب نأخذ معنا أحد الذين يعملون في مجال الإصلاح، الخبراء، نعم، فهو ينظر إلى السيارة، هو يعرف ما لا نعرفه نحن، فيقول لك: هذه السيارة لها حادث قبل ذلك، هذه السيارة عندها مشكلة فيما يسمى بالشاصيه، ها هذه المشكلة التي في السيارة تمنعها من أن تسير كذا وكذا. ما الذي علمه هذا الشيء؟ خبرته وطول دربته ومرانه في هذا المجال، أصبح يستطيع أن يعرف بمجرد نظرة واحدة ما الذي يعاني منه هذا المبيع الذي هو السيارة. فإذا السحر أعرف الناس بالسحر، فالذي أمامهم على الإطلاق ليس بسحر. ولما كانت فصاحة العرب في أعلى مستوياتها، نزل القرآن يتحدى هذه الفصاحة بنفس منهجهم ولغتهم وفصاحتهم، وكأنه يقول لهم: ائتوا بمثل هذا القرآن إن كنتم تستطيعون. هذه الآيات التي أمامكم الآن هي آيات التحدي الخمسة، خمس آيات في خمسة مواطن نزل القرآن يتحدى العرب بها. الآية الأولى في سورة البقرة، قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الآية الثانية في سورة يونس، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الثالثة في سورة هود، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الموطن الرابع موطن مهيب وعجيب ويخلد التحدي إلى قيام الساعة، يعني التحدي لم ينقطع، التحدي قائم. قل إن اجتمعت الإنس والجن، مو بس الإنس، لأن العرب كانوا يحفظون شعرا يقال أنه من شعر الجن، هكذا يقولون. يعني هناك رجل يعرف بعتبة بن ربيعة أبو الوليد، الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه العروض: نعطيك مالا، نعطيك جاها، نعطيك كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم تلا عليه فواتيح سورة فصلت، فقال: هذا ليس بشعر وليس إلا كلام الله تعالى. فهنا يقول ربيعة، عتبة بن ربيعة يقول: والله لقد علمت الشعر، فما هو بشعر؟ ويقول: أنا أعلم الناس بشعر الإنس والجن. يعني إذن في شعر للجن كانوا يحفظوه العرب زمان. يقول إنهم كانوا يسمعونه ولا يعرفون من القائل، وذكروا منه البيت المعقد الذي نحفظه في الفصاحة، طبعا كلكم تنتظروا عشان تحفظوا شعر، تقول حافظين شعر الجن. اللي هو: وقبر حرب بمكان قفري، وليس قرب قبر حرب
قبره يعني هو معقد البيت اساسا مع عقرب تحس كذا فعلا انه هو بيت ايوه يعني كجني. فالتحدي يقول له ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا تحدي عجيب، تحدي قوي جدا في سوره الاسراء. وهناك تحدي فيه امر عجيب لو اشرت له حتنصرفوا منها متعجبين من هذا التحدي الأخير في سورة الطور. يقول الله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. والله لما ننظر لهذا التحدي أقل الحديث حديث مثله، أقل الحديث جملة، أقل الحديث جملة، والجملة قد تكون آية وقد تكون أقل من آية، قد تكون بعض آية. لكن هل تصدقوا أن فليأتوا بحديث مثله، اسمع معايا العجيبة هذه، أن يأتوا بحديث مثله تشمل الحرف؟ إي والله، هات الدليل. أنت قاعد تقول كلام غريب، يعني ما يقدر يقول حرف، ما يقدر يقول حرف، فين الدليل؟ الله عز وجل قال في كتابه مفتتحا ثلاث سور، صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطرون، خلاص هذه ثلاث سور. هل يستطيع أحد يخرج يقول واو؟ يطلع يقول سين؟ طب خليه يطلع يقول شين، الناس هتضحك عليه، الناس هتضحك عليه. ليش؟ لأنه لا يستطيع أن يكمل، لن يستطيع أن يواصل. هذه نقطة التحدي، واصل. أنت قلت واو كمل، قلت سين كمل، لن يستطيع. لماذا؟ يعني لو أضفت بس أب في القرآن الأمة كلها توقف عليه. نعم، هذه هي هذه هي هذه هي يعني أعجوبة الإعجاز. هذه آيات تحدي أعجزت البشر، وما زال التحدي قائما. وبالمناسبة نحن بيننا اتفاق، إذا تكلمنا نتكلم بالفصحى حتى لو أخطأنا، اتفقنا؟ طيب، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. جملة لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها، سبحان الله.